فاتورة الاستيراد راح نخفضوها بشيء ملموس إن شاء الله. ويا بوكو دوت برودوي اللي شفتهم اليوم اللي نقدروا نشتغلوا فيهم، كما قال معالي الوزير إن شاء الله على 15 يوم نتلاقاو في صيدال ونسيو ونسيغا باش نجسدوا في أمر في أرضية الواقع هذا تو لي بروجي، هذو لي بروجي اللي راهم عندكم. يا بوكو دو بروجي كي سون كون دي برونور.